خلاص كده مش كده بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الآن أونلاين لطلبة دبلوم القانون الجنائي، لطلاب دبلوم القانون الجنائي في موضوع ترك الدعوة المدنية، صفحة 249. يقدم المحاضرة الدكتور محمد أبو العلا. ترك الدعوة المدنية، المادة 260 إجراءات. يعني ترك الدعوة المدنية مقصود به المنظورة استثناء تبعا للدعوة الجنائية، هذا المقصود بالترك هنا. مادة 260 إجراءات بتقول تنص على أنه للمدعي بالحقوق المدنية يترك دعوة في أي حالة كانت عليها الدعوة، يلزم بدفع المصاريف، بس يسيبها متنازل عن الحق أو يفضل الطريق المدني. الترك النزول عن الدعوة، ترك هنا مقصود به النزول عن الدعوة مع التمسك بأصل الحق الذي يطالب به. مش معنى ذلك إن أنا تركتها أمام المحكمة الجنائية يبقى أنا ضاع حقي في التعويض، لأ، مع التمسك بأصل الحق الذي يطالب به المدعي بالحق المدني. وده يترتب عليه نتيجتين. الأولى إن الترك لا يمنعهم تجديدها مرة أخرى أمام المحكمة المدنية، أيوة اللي هي مختصة أصلا. والثانية أن ترك الدعوة يختلف عن انقضائها. الانقضاء ينصرف إلى أصل الحق في الدعوة. انقضاء الدعوة ما عادش له حق إن يرفع الدعوة أو يحركها هنا ولا هنا. الحكمة من نظام الترك لأن الدعوة المدنية بتحمي حق خاص، حقه في التعويض، فهو صاحب الحق في هذه الدعوة، ومصلحته خاصة وليست مصلحة عامة، فله أن يتخلى عنها وفق المادة 260 عن إجراءاتها، والترك جائز في أي حالة تكون عليها الدعوة. شكل الترك، عندنا الترك في وفق لنصوص قانون المرافعات ووفق لقانون الإجراءات. أحب أوضح لكم نقطة، علاقة قانون المرافعات بالإجراءات ده موجود عندكم في الكتاب، وده هيدخل في الجزء الشفوي. قانون المرافعات هو الشريعة العامة في مجال الإجراءات المدنية والتجارية والجنائية. قانون الإجراءات الجنائية له علاقة بيه إنه هو لا، ما لم يوجد نص بشأن إجراء معين في قانون الإجراءات أطبق النص الموجود في قانون الإجراءات. المدنية، قانون المرافعات، يبقى في استقلال وفي تعاون ما بينهم. قانون المرافعات بيقول الترك لا يكون إلا صريحا، وجاب على سبيل الحصر صور الترك، إما بإن الإعلان من التارك لخصمه، هو خصم مش خصم، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليه منه أو محاميه، أو يبدي شفويا في الجلف أو يثبته في المحضر. أربع صور للترك الصريح ورد في قانون المرافعات على سبيل الحصر، ما عندوش غير الترك الصريح. أما قانون الإجراءات الجنائية فقال إن الترك ممكن أن يكون صريحا وممكن أن يكون ضمنيا. ضمنيا في حالتين: عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصي ولم يرسل محامي كمان، يبقى ده راجل مهم اللي يبقى ما نسألش فيه، يبقى ده يفترض ضمنيا أنه قد ترك دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية. طيب حضر الجلسة ولم يطالب بالطلبات، ودي هنا مشكلة بعض المحامين اللي هم لسه ما حصلوش على خبرة كافية، أن الدعاء المدني لازم أطالب به في أول جلسة. إيه الآثار المتعلقة بالترك؟ في آثار متعلقة بالدعوة المدنية وآثار متعلقة بالدعوة الجنائية، وحسب الأصل ترك الدعوة المدنية ما يؤثرش، لكن في تعديل سنة 98 هنشوف دلوقتي.
اثار الترك بالنسبه للدعوه المدنيه، الغاء اجراءاتها المتعلقه بالخصومه بالدعوه المدنيه امام المحكمه الجنائيه، خلاص. والمحكمه ما تقدرش تستمر في نظرها ولا تستطيع انها تصدر حكم فيها، ولا زالت حكم بالتعويض رغم الترك فهو حكم باطل. طيب المسؤول عن الحقوق المدنيه اللي ادخل في الدعوه يستبعد. يبقى الغاء اجراءات الخصومه، اثنين لا تحكم المحكمه بتعويض، ثلاثه المسؤول عن الحقوق المدنيه الذي ادخل يستبعد، رابعا يؤدي المصاريف، خامسا حقه باقي لانه لم يتنازل عن اصل الحق ولكنه تنازل عن الخصومه المدنيه امام القضاء الجنائي تبع للدعوى الجنائيه. وبالتالي لا يؤثر على حقه في التعويض، يمكن يتجه للمحكمه المدنيه ويطالب بحقه في التعويض. وده اللي بتؤكده محكمة النقد. إيه أثر الترك للدعوة المدنية بالنسبة للدعوة الجنائية؟ لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الدعوة الجنائية المنظورة عن نفس الواقعة المؤسسة للدعوة الجنائية والمدنية اللي هي الواقعة الإجرامية. المادة 260 فقرة 2 بتقول الكلام ده. طيب لو كان الجريمة من جرائم التي توقف تحريك الدعوة على شكوى، برضو ترك الدعوى المدنية لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية لأن دي حق المجتمع حق، إلا إذا تنازل عن شكواه أيضا فضلا عن تركه لدعواه. تنازل عن الشكوى يبقى إذن، لأنه من حقه أن يتنازل عن الشكوى بل يعفو كمان عن الشخص بعد العقوبة بالتنازل عن الشكوى. في تعديل القانون 174 لسنة 98 الفقرة الثانية من مادة 260 إجراءات عدلها، أضاف أنه إذا كانت الدعوة قد رفعت بانتقاد إعلان مباشر فيجب فعل ترك الدعوة المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية كان دعوة بالحكم بترك الدعوة الجنائية. هنا يعاقبوه. ليه؟ لأنه بيعمل الجنحة المباشرة زي ما بيسموها المحامين الإدعاء المباشر عشان يحرج الراجل قدام المحكمة، عشان تتحرك الدعوة الجنائية بناء على طلب التعويض بتكليف المتهم بالحضور. طيب انت رفعتها واحرجته، جيت تنازلت الدعوة المدنية، القانون قال لا، انت متعسف لاستعمال الحق فتعتبر تاركة لدعواك الا اذا طلبت النيابة العامة الفصل في الدعوة الجنائية، لان الشق الجنائي انا بعاقبه بقول له دعواك الجنائية كمان هتسقط إلا إذا النيابة العامة طلبت، قالت لا ده الموضوع مهم وأرجو من المحكمة إنها والنيابة العامة جزء في تشكيل المحكمة. ننتقل إلى مباشرة الدعوة المدنية أمام القضاء المدني. كل اللي فات ده نظر الدعوة المدنية استثناء أمام القضاء الجنائي تابعا للدعوة المدنية. مدى تأثير الدعوة الجنائية والحكم الصادر فيه على الدعوة المدنية أمام المحاكم المدنية؟ المضرور قد من الجريمة قد يتجه للمحكمة المدنية، فهل اتجاه المحكمة المدنية يجعله مستقل تماما عن الدعوة الجنائية؟ لا، في نوع من الارتباط بينهم، والدعوة الجنائية لها تأثير على الدعوة المدنية من ناحيتين، على الدعوة المدنية المنظورة قدام المدنية المحكمة المدنية. النتيجة الأولى والتأثير الأول وجوب إيقاف الفصل في الدعوة المدنية وما يقال له بقاعدة الجنائي يوقف المدني، يعني يوقف نظر الإجراءات لغاية ما يصدر حكم بات في الدعوة الجنائية. النتيجة الثانية أن الحكم الجنائي الباب مكتوب عندك في الكتاب النهائي، وأحيانا قانون الجرائات بيستخدم الحكم النهائي لكن ده تعبير غير دقيق، لأن النهائي استنفذ طرق الطعن العادية لكن باقي طرق الطعن غير العادية، أما الباب فقد استنفذ يحوز
قوة الأمر المقضي به، فلا مجال للطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية. نمسك نقول الأشهر الأول للجنائي على المدني، العقاد الجنائي يوقف المدني، موجود في المادة 265 إجراءات. إذا رفعت الدعوى المدنية المحاكم المدنية، أنا بقول النص، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا، يعني بحكم بات يعني، في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها. هنقول الحكمة من هذه القاعدة اللي هو الجنائي يوقف المدني، وبعدين شروط تطبيق القاعدة ومدة الإيقاف قد إيه وطبيعة هذه القاعدة. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، وإن المحامين ما ياخدوش بالهم منها، فتذاكر كويس. الحكمة من القاعدة أن الدعوة الجنائية تتعلق بمصلحة عامة، حق المجتمع في محاكمة الجاني وتوقيع العقوبة عليه. إن المحكمة الجنائية تملك من الوسائل الفعالة الكشف عن الحقيقة ما لم يملكه القاضي المدني، عنده نيابة وعنده محكمة، جهة تحقيق ابتدائي ونهائي، يبقى يقدر من مصلحة المدعي بالحق المدني أن ينتظر إلى صدور حكم نهائي، لأن هذا الحكم النهائي من أو البات من المحكمة الجنائية له حجية على الحكم على الحكم المدني. أهو يحوز الحجية أمامه. ومن الحكمة كذلك منع تأثير الحكم الصادر في الدعوة المدنية على القاضي الجنائي، لأن دي هتبقى حكم في مصلحة خاصة، والقاضي الجنائي بيعالج مصلحة عامة وهي حق المجتمع في العقاب. الاعتبار الأخير من هذه القاعدة منع التناقض بين الأحكام المدنية والجنائية. شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني، عندنا شرطين: وحدة السبب في الدعويين، أدي أولا الشرط الأول. الشرط الثاني تحريك الدعوة الجنائية. وحدة السبب في الدعويين يعني أن الدعويين أساسهم واقعة إجرامية، الواقعة الإجرامية المنشئة للجريمة، بتأسس الدعوة الجنائية وبتأسس الدعوة المدنية لطلب التعويض. طيب مثال وحدة السبب: الراجل سرق، رفع عليه في المدني دعوى استرداد المسروقات، ثم تحركت الدعوى الجنائية عن جريمة السرقة، هنا تعين على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى اللي هي بتاعت الاسترداد إلى حين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية. فإذا اختلف السبب في الدعوين فلا ضرورة في الإيقاف، لأن السبب مختلف، يبقى هو بيطالب بتعويض عن ضرر أصابه لا يعد جريمة أو ليس فيه أركان الجريمة. الشرط الثاني لتطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني تحريك الدعوى الجنائية، اتحركت قبل رفع الدعوى المدنية أو اتحركت أثناء سير الدعوى المدنية. مدة الإيقاف زي ما قلنا قبل كده تظل موقوفة إلى صدور حكم من بات، إذا لا طعن فيه بأي طريق. وأحيانا بياخذ صورة الحكم البات رغم أنه غير فاصل في الدعوة حكم المحكمة بعدم قبول الدعوة الجنائية، أو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها، رغم أنهم مش فاصلين في الموضوع إلا أنهم يأخذوا حكم البات بالنسبة للدعوة المدنية. طب الحكم الغيابي برضو للتيسير اعتبروه من قبيل الحكم البات، عشان الراجل يقدر يطالب أمام المحكمة المدنية بالتعويض. إيه الاستثناء الوارد على قاعدة الجنائي يوقف المدني؟ حالة جنون المتهم،
يبقى المدنية ما تقفش في حالة جنون المتهم. ليه؟ لأن ما نعرفش المحكمة الجنائية تفصل إمتى في الدعوة الجنائية، لأنها تنتظر حتى شفاؤه وقد لا يشفى. إذن رعاية لمصلحة المضرور من الجريمة هنا قاعدة الجنائي يوقف المدني لا تطبق. طبيعة قاعدة الجنائي يوقف المدني ده من النظام العام للاعتبارات السابقة اللي هي الحكمة من هذه القاعدة، وبالتالي فهي ملزمة للقاضي، والخصوم ما يقدروش يتنازلوا عنها، ويقدر تثار في أي مرحلة في أي حالة تكون عليها الدعوة، والمحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها. ولو المحكمة المدنية خالفت هذه القاعدة فيبقى حكمها باطلا بطلانا مطلقا. الأثر الثاني في علاقة الدعوة المدنية بالدعوة الجنائية وهو حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. إيه مفهوم حجية الحكم الجنائي على المدني؟ القاعدة الأصلية أن الدعوة الجنائية لا توقف انتظارا للفصل في الدعوة المدنية، وأن الحكم المدني لا يحوز الحجية أمام القضاء الجنائي فيما قضى به. يبقى الجنائي البات هو اللي بيحوز الحجية أمام المدني، أما المدني ما بيحوزش الحجية أمام الجنائي، ده متعلق بمصلحة خاصة، وممكن التعويض يكون أساس المسؤولية المفترضة، لكن في الجنائي لازم تكون مسؤولية جنائية ثابتة وشخصية. دي المادة 457 هي نصت على الكلام ده، على حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. لا يوجد إلا استثناء واحد على هذه الحجية في مواد الأحوال الشخصية. يبقى المحكمة الجنائية بتكون ملزمة بحكم المحكمة الأحوال الشخصية في مسائل الأحوال الشخصية اللي لازم تفصل فيها، اللي الفصل في الدعوة يلزم إيه؟ يتوقف عليها الفصل في الدعوة الجنائية. إحنا في جريمة الزنا أو الطلاق، هنا الأحوال الشخصية، مع أن للأسف إثبات جريمة الزنا وفقا لقانون العقوبات مخالف تماما لطرق إثبات الزنا في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شهادة 4 من الرجال أو اعتراف المتهم. تحريك الدعوة الجنائية يترتب عليه إيقاف السير في الدعوة المدنية زي ما قلنا لحين صدور حكم بات. الحكم الجنائي بيحوز الحجية أمام المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة واحد، وبوصفها القانوني اثنين، ونسبتها إلى فاعلها بالإدانة أو البراءة. شروط الحجية الحكم الجنائي اللازمة ليكون له الحجية أمام القضاء المدني: أولا، واحد، صدور حكم جنائي، ده شروط الحجية. اثنين، وحدة السبب في الدعويين. ثلاثة، ألا يكون قد فصل نهائيا في الدعوى المدنية. نقول كلمة بشأن هذه الشروط الثلاثة: إن يكون حكم فاصل في موضوع الدعوة، ومحكمة النقد بتقول الحجية قاصرة على المنطوق. بعد ذلك أن يكون حكما الحكم الفاصل في الموضوع ده الحكم الجنائي، يصف الدعوة حكم جنائي. شروط هذا الحكم أن يكون فاصلا في الموضوع،
وأن يكون حكما باتا، وقلنا قبل كده، وأن يكون صادرا عن محكمة مختصة أيا كان نوعها، عادية استثنائية إلى آخره. وحدة السبب في الدعويين، يجب أن يكون السبب واحدا في الدعويين الجنائية والمدنية عشان يحوز الحجية، اللي هي الواقعة الإجرامية المنشئة للجريمة والمنشئة للحق في التعويض. الشرط الثالث عدم صدور حكم بات في الدعوة المدنية، خلاص قبل تحريك الدعوة الجنائية يجب أن تكون منظورة القانون القانوني يوصل فيها نهائيا وقت صدور الحكم الجنائي، عشان يكون الحكم الجنائي حجية يبقى لازم يكون الدعوة المدنية لم يكن قد فصل فيها بحكم بات، لأن بصدور حكم البات قد خرجت من دعوة من ولاية القاضي المدني، وأصبح للحكم المدني قوة الأمر المقضي به، واعتبار آخر هو استقرار المراكز القانونية لأطراف الدعوة حتى ولو وجد تناقض. ما خلاص الجنائي يوقف المدني في حالة ما إذا كان الدعوة المدنية لم يفصل فيها بحكم بات. عنوان آخر في مجال الحجية، مجال الحجية الحكم الجنائي عن المدني فيما يتعلق بوقوع الجريمة، واحد، اثنين، وبوصفها القانوني، ثلاثة، ونسبتها إلى فاعلها. والثلاث نقاط دول نطاق الحجية برضو هنقول فيهم كلمة في مجال الحجية، لأن في هنا بعد كده عنوان نطاق الحجية. مجال الحجية وقوع الجريمة وصفها القانون نسبتها إلى فاعلها، وقوع الجريمة بأركانها، حكم فإذا صدر حكم البراءة لأن الجريمة لم تقع أو لانتفاء الخطأ، فإن هذا الحكم لا يحوز الحجية. فحكم الحجية، حكم البراءة يحوز الحجية أمام القضاء المدني طالما أنه بني على نفي التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. مجال الحجية الوصف القانوني للجريمة أو التكييف القانوني للواقع الإجرامية. لو المحكمة الجنائية قضت بأن المتهم قد ارتكب جريمة خيانة أمانة، فلا يجوز للمحكمة المدنية أنها تقول لا ده راكب سرقة عشان يرفع دعوى استرداد، مش ينفع الكلام. ثلاثة، أن يسند الفعل إلى المتهم، ده كله في مجال الحجية. طب إذا انتهى الحكم الجنائي لعدم إسناد الجريمة ماديا أو معنويا للمتهم، التزم به القاضي المدني فما يحكمش بالتعويض. فحكم البراءة لعدم وقوع تزوير في المستندات، ما تجيش المحكمة المدنية تقول لك لا أنا هحكم بالتعويض لأن في تزوير، لا، حجية الحكم الجنائي يلزمك بأنك تحترميه. نطاق الحجية، النطاق في أمرين بما فصل فيه وكان فصله ضروريا للحكم في الدعوة الجنائية. اثنين، لا حجية الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل. طيب، واحد، بما فصل فيه وكان فصله ضروريا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها وتكييفها القانوني وكل ما يلزم للفصل في الدعوة الجنائية. لكن العناصر الأخرى، العناصر غير اللازمة للفصل في الدعوة الجنائية زي إيه؟ أسباب التخفيف وأسباب التجديد، الكلام ده لا يدخل في مجال الحجية، أو تقدير قيمة المسروقات أو من المالك، ده مش في مجال الحجية.
لا حجية الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل. خذوا بالكم في أسباب إباحة وفي موانع مسؤولية وفي موانع عقاب. وموانع العقاب أسباب الإباحة لا تعطي حق في التعويض المدني. موانع المسؤولية وموانع العقاب تعطي الحق في التعويض، لأن في موانع المسؤولية الفعل وقع بس وقع من مجنون أو من صغير غير مسؤول. موانع العقاب أركان الجريمة قائمة، لكن السياسة التشريعية بتقول ما نعاقبوش لسبب أو لآخر، فده لا يمنع من طلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية. ومحكمة النقد بتوضح هذا الكلام. كذلك زي ما قلنا الجنائي يوقف المدني، دي قاعدة من النظام العام، فهنا كذلك الحجية من النظام العام. حجية الحكم الجنائي البات على القدر ما يتعلق بالنظام العام. ايه النتائج المترتبة تعلق بالنظام العام؟ واحد، لا يجوز لمن تقرر مصلحتي ان يتنازل عن الحجية، ويمكن له ان يتمسك بها في اي حالة كانت عليها الدعوة، ده نمرة اثنين، وتلتزم المحكمة المدنية بها من تلقاء نفسها. دايما نقول نظام عام يبقى في ثلاث نتائج مترتبة عليه. بهذا تنتهي المحاضرة. ولا يبقى لنا إلا محاضرة الأربعاء. أنا الحقيقة أتأخر محاضرة أونلاين، أنا بسجلها اليوم الأربعاء الساعة 11 بدأت المحاضرة. لم يبقى لنا إلا مع طلاب دبلوم القانون الجنائي إلا موضوع انقضاء الدعوة المدنية، ثم تحديد المقرر التحريري والشفوي، وسوف تبدأ محاضرة اليوم الأربعاء الساعة 16:00. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.